امس بمر واحد بس الحمد لله لانه نجيبه ليفل على طول. لا حاجة ماشي، نخلي فيه وحوش على فكرة. يلا اطلع 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 اطلع. طبعا لقيته فين؟ انا اللي قلت لك على فكرة، انت كنت وانا اللي لقيت. طيب في اهله كهف ده، كهف غريب. اطلع طب اطلع اطلع، ترى اللي يقرب مني اكيد بالشبشب. اللي بالشبشب ارجع بقى. خليك في الحوت. يلا ارجع. مش عارف حارب احارب. ماشي يا موصلك هموتك واخد ارض وانا مالك. في ميت السيف هنا معايا شلة. خد البول مطوع اثنين عليا. ما تخاف اخفيهم. لا 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 شفت النور ده؟ انت بتموت موت. خفت افلت افلت منطقتي دي. ايوه الحصان اللي هناك ده بتاعي وقت الموت. خد لك قمح، خد قمح وازرع تاني. وازرع ازرع السيد. ماشي لا كسرت واحدة من الغلط ان شاء الله. خده كله انت خاف ليه؟ مش طايق. ازرع نعمة والله. في شجرتين توأم هنا. بقيت 8 هاخدهم عندي ازرع. ينفع انا لا يلا تعالى ولا هتعمل ايه؟ بقى لي 4 خشبات بس واجي. لا يا بوي هيعمل برضه نقابل كده 3. انا عندي 2 جولدن واحده في البيت واحده خدتها من السبون. جمعت 3 استكات خشب وكسرت اكسس. ينفع تديني استك؟ ليه؟ والنبي لما اخلص بيتي لو بقى حاجه لو لا. بقى هديك اكسس ايرون تجمع بيه. لا 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 عايز استار. انت هتعمل بيتك واسع اكيد وهتخلص الخشب. لا لا ما تخافش انا في بالي فكره كده عايز اجربها لو كفاش هبقى اديك يعني اكيد يعني. تعالى نام. طب اكيد اكيد التين تين تين اكيد التين تين. طيب تعال سريرك فين؟ نام يا ابني. خليه. لا نام غلط. لا عديها لك عديها لك. لو ضربته شطير. يلا انجلي تعال خد. لا اهدأ
تضرب ليه؟ خد ده كمان بس عشان دروعي بتتكسر من ضربه. اما انا بص خده وخلص. تعالى خد، ما عنديش مكان. ارمي السهم، اطلع انا السهم. استبر استبر، عايز اجرب حاجه، عايز اجرب. خص النار ودوت ثانيه. نص قلب الأكل عشان ألعب الزروع. يا عم دروع هتتكسر. مش عارف اللي معايا سيف دايما. بص ما مش خايف منها، أنا كل مرة دروعي تتكسر. أمال أنا بص دروعي ما اتكسرتش. بطل وتعالى نام. خلصني، عايز ابني بيت. يا اما مش هعطيك الخشب لو ضربت تاني. خلص، هو مهم مكانك فين؟ ده سريري اصلا. مكاني هنا. وانا بلعب على الارض ده. اجلدهم بالساعة. عايزين اجلد معايا. لا تنزلش تجلد معايا. لا عشان اجلدك معايا. انا عملت انا كامل المركب. عملت جسر نعدي من عندك. واحدة. بس مسدودة عشان مش اي حد يعدي كده غير ادم. عشان الزومبيات ما تعدي. عالم يعدي عادي براحته، وانا الملك هنا ولا. بس يا الله، روح شوف انت هتعمل ايه عشان ابني اشوف شغلي. انت ازاي بتديري بيش؟ فهميني. ها اهدى، روح فين يا شلقة؟ موتيني. روحي رح تنكسر ترى. والله عمر هديك مقابل 100. مقابل ايه؟ مقابل 180,000 دينار. عشان ايه ده؟ لما تحللهم هيبقوا كتير. هو الدايمون بيتحلل دلوقتي ولا البلوكات بس اللي بتتحلل؟ الدايمون بيجيب لك الدايمون ده. ادم ينفع اكس؟ نو نو، من اللي انا اعطيهم لك هات واحد ناقص. هات طب اروح منين؟ زي ما جاي. ما اعرفش السؤال ده. ما اعرفش. من هناك يا ورق. ليش تضحكني؟ بتشكلها بخرها.
هو برجر والسمك هو اوفر والبيكنج باودر البيكنج باودر ده اسمه تطوير الايد لا مش عارف ايه الاي اي دي قصده اللايات محتاج اكس يلا بسرعة اكس اكس اي اكس عندي في البيت هاتو 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 مش هفتح هعمل اكس ايرو عشان تعطيتنا ايرو معايا اتنين ايرو عطيتك انا خروج خرام عشان خرام خلي دول لما اخلص الخشب عندي 10 كم ايرون طيب انا عايز اعرف حاجة واحدة عندك رملة لا سويت بس انا دول ايه هلا هلا انت هتبني محل سقف فوق بس لسه خلصت البيت عايز ورود انا هطبخ رملة ما عنديش حاجة اجمع بالشوفل الدايموند لا انا قاعد على بحر ما عنديش مية رملة الله التكسير في المية بطيء للاسم وانا اطلع فوق كده عايز رملة على واو عايز استاك ولا 25 انا بعوم فين راسي دبة كده ليه هو انت ايه
سيفي مطوق. انا سيفي دايما مطوق. كل ده خشب. يلا نام قبل ما نخش ما في بيش. سيوف عليها ما ينفع. لا راحت عليا. كز تكذب. نعم 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 لا يا عم خلاص يا عم يستخفش. لما اخلص بيتي بس اهدى. ولا انك وريح مش كفايه حد دي. انا مينفعش اطور الشير ده اصلا. هو دوت كان قد ايه عشان هعمل زيه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة. 1 2 3 الشاب اللي قول كده خمسة. 1 2 3 4 5 6 7 لا لا والله الشاب عامل شغل ايه؟ عمل الشبل. بص اول ما عملت نفخة فيه كده وبيو انكسر. بص انكسر على طول يا بابا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مظبوط.